ومحطتنا تالي رشا رح نحكي عن جانب تربوي منتشر بشكل كتير كبير وبهم الأهالي والمدرسين، لأنه المراحل الأولى من حياة الطفل هي بتحدد المشاكل الحياتية يلي ممكن يتعرض لها. نعم. اليوم من ضمن هي المشاكل يلي رح نتعرف عليها هي صعوبات التعلم وتأثيرها رشا سواء على مهارات الفهم، الاستيعاب، القراءة، كتير من الأمور يلي ممكن ترافق الطفل ممكن تشكل خوف وقلق عند الأهالي وعند الكادر التدريسي. صحيح. وهي أكيد من أهم المشكلات صعوبات التعلم اللي بتواجه الكادر التدريسي بالمرحلة الأساسية، ومثل ما ذكرنا أنه هي لها تأثير كتير سلبي على المهارات، على الكتابة، على الرياضيات، وحتى على التركيز. اليوم رح نحكي عن هذا العالم، ودائما نحن ضمن صباحاتنا بيكونوا ضيوفنا مختصين بمجال صعوبات التعلم كرمال اليوم نحن نستفاد من الوقت وفورا ننتبه لهذا الطفل إذا عنده مشكلة أو لا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية نور الهدى أبو لبادة. يسعد صباحك. صباحك. شوي عم نجرب بالكنية، هي من صعوبات التعلم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نتعرف على مفهوم صعوبات التعلم، شو منقصد؟ هلأ صعوبات التعلم هي التحديات التي تواجه الطفل بالعملية التعليمية، يعني تحديات بتكون بالقراءة، عدم قدرته على القراءة، الكتابة، التهجئة، التركيز. طيب وقت عم نحكي عن هدول وهدول عم تحكي انت بالاساسيات اليوم بحياه اي طفل، هي تمام. القراءه، الكتابه والتهجئه. اليوم نحن في عنا اسباب وصل الطفل لليوم ليكون بهي المرحله ويكون في فرق بينه وبين اقرانه، يعني خلينا نحكي اليوم عن الاسباب وعن العمر المفروض اليوم نحن ننتبه لهذا الطفل. تماما. هلا الاسباب هي السبب الرئيسي هو التلف الدماغي، السبب الثاني هو عامل الوراثه، يعني عامل الوراثه بيكون من 25% ل 40%. في أسباب تتعلق بالأم أثناء الحمل، تعاطي الأم التدخين، المخدرات، سوء التغذية عند الأم الحامل. في أسباب أثناء الولادة، نقص الأكسجين، الولادة المبكرة، هي كلها الأسباب بتأثر إنه يكون عندنا طفل عنده صعوبات تعلم. تمام. يعني كمان خلينا نحكي أكثر، في أعراض اليوم ممكن نلاحظها عند الطفل إنه عنده صعوبات تعلم، ممكن نشوف أحيانا أطفال بيقرطوا بالأحرف أو أطفال ما عم يقدروا يحفظوا أو ما عندهم فهم ببعض المواد، فينا نصب هي الأمور إنه هي في صعوبات بالتعلم أم هذا أمر طبيعي؟ تماما. هلا نحن بنحكم على الطفل إنه إذا عنده صعوبات تعلم أو لا بعد الصف الثاني. تماما. هلا اول شيء في اعراض كثير، منها عدم التركيز، التشتت، كسرة الحركة والنشاط، عنده بيكون النسيان، تشتت، بتحسي الطفل بيضغط على القلم وقت بيكتب، ما بيحب، عنده تاخر انه وقت بينقل من السبوره عنده تاخر عن اقرانه. هاي الاسباب كلها كمان يعني نحن بنلاحظها على الطفل، ما عنده تركيز ابدا على المواد اللي هو مثلا انه انت اعطيتيه اياها، استرجاع المعلومات كثير عنده بطيء. طيب هاي الاسباب حكينا. اليوم ككادر تدريسي وكادر مختص بمعالجه او متابعه الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، خلينا نحكي عن الخطوات اللي بتشتغلوا عليها مع الطفل. تماما. هلا اول خطوات اللي احنا من يعني بنحفزها انه يكون عند المعلمه مهارات التدريس، يعني في استراتيجيات خاصه بهذا الطفل. كمان في عندنا الصبر، يعني صبر المعلمه على هذا الطفل. في عندنا مهارات تواصله مع انه يكون عنده شويه ذكاء، شويه حكمه، تتعامل معه، تزيد ثقته بنفسه، ابتعاده تماما عن توبيخه، الكلمات المسيئة له، لأنه هو عنده الجانب النفسي كتير بيكون حساس بهذه النقطة. في أنشطة بتحفز اليوم هدول المهارات عند الطفل؟ تماما. هلأ في عنا مثلا استراتيجيات، في عنا استراتيجية النمط الحسي، في عنا استراتيجيات النمط الحسي إنك تربطي له الصورة بالجملة اللي عم تعطيها أو الصورة بالدرس. في عنا تبادل الأدوار، المعلم الصغير، هذا الاستراتيجية بتعزز ثقته بنفسه، يعني ممكن إنه هو يشرح لك الدرس فهو بيضل عنده تغذية راجعة لهذا الدرس، بيضل عنده ثقة إنه هو ممكن إنه يصير معلم ويصير يحسن إنه يعطي أفضل. تمام. يعني للأسف منشوف إنه أغلب الأطفال يلي عندهم مشاكل بصعوبات التعلم بتلاقي إنه بيتعرضوا كتير للتنمر بمدرستهم، إن كان تمام. من قبل رفقاتهم أو حتى من المدرسين أحيانا. خلينا نوضح هون قد ايه مهم اليوم الدعم النفسي، إن كان من الأهل وإن كان من المدرسة. تماما. دور الدعم النفسي والاجتماعي كتير كتير له دور. هلأ بالمدرسة المعلمة إلى دور، بالغرفة الصفية،
تنبيه الأطفال عدم السخرية من رفيقهم، تعزيز ثقته بنفسه، عدم إحراجه إنه اطلع اقرب صوت عالي أو شيء. يعني كيف بدي أقول لك إنه هي تحسسه إنه أنت خلص، أنت هون مكانك، هون بيئتك، خلص مع يعني أنا وياك رح نطلع رح نصير. وهون عم نحكي عن أهمية الدمج. حضرتك كونه عندك مجال بهاي الخبرة، ما بتشوف إنه اليوم نحن من المفترض أو الصح إنه نحن نهيئ هذا الطفل بعيداً عن الدمج؟ يعني كرمال ما يعني الطفل قد ما جبتي طفل تاني قلتي له عيب ولا تتنمر ورفيقك وعنده مشكلة نفسية مشكلة صحية، فالطفل بلحظة ما رح يتنمر ورح يكسر من نفسيته ورح يزيد من مشكلته. يعني فمن خبرة حضرتك اليوم ما بشوف إنه نحن نأهل هذا الطفل قبل ما نروح لموضوع الدمج؟ تماما. هلا الأهل عندهم يعني كيف بدي أقول لك، لازم يكون الوعي الثقافي والدعم الفكري للأم بعدين للطفل. يعني فيني أنا كمان كبيئة إنه تيجي ابني اللي أنا رفيقي هيك، لا ماما أنت لازم تساعده، أنت لازم تحسن له معنوياته، بكرة هذا رفيقك إن شاء الله بينجح بيصير متفوق. يعني لازم يكون هون الدعم من الأهل، وهو الداعم الأول للطفل بالدعم النفسي هي الأم. صحيح. يعني أنا مثلا ابني ما بيجي بقول له مثلا أنت غبي أنت لا، أنت زيدي ثقته بنفسه. وقت بتزيدي أنت ثقته بنفسه هو بترتفع معنوياته. وقت بتيجي أنت بتعطيه مساحته الكاملة من الغذاء، الطفل صعوبات التعلم لازم يكون غذائه يعني مختلف، يعني يكون تقريبا تعتني فيه من ناحية مثلا الأوميغا 3، من ناحية غذائه أنه في شيء أنه عنده بالدماغ لازم يتغذى منيح تماما. من ناحية اللعب يعني تخلي له مساحة للعب حلوة. أصلا طفل صعوبات التعلم أكثر طريقة نحن على أرض الواقع جربناها بيتعلم فيها هي التعلم عن طريق اللعب. هو أكثر طريقة بيحبها، تخلي له مساحة للراحة، مساحة للنوم. إذا ما كان نومه كافي هذا الطفل ما حيستفاد شيء من أي تعلم رح يتعلمه. تنظم له كتير كتير، طفل صعوبات التعلم بيحب التنظيم، بيحب التنظيم بحياته، التنظيم بأسلوبه كامل. تمام. يعني في كتير أسئلة اليوم إنه هل ممكن يكون صعوبات التعلم له علاقة بالذكاء؟ لا. طفل ممكن نربطه بمستوى الذكاء عنده الطفل؟ لا أبدا. طفل صعوبات التعلم ممكن إنه تكون درجة ذكائه متوسطة، ممكن إنه تكون عالية جدا، ما له علاقة أبدا بالذكاء. وفي عنا كتير علماء، العالم اللي أنار العالم هو كان معه صعوبة تعلم وطردوه من المدرسة وأمه اللي كملت له. أكيد. وقت عم نحكي عن هذا الطفل، هذا الطفل سنة بعد سنة عم يكبر، يعني خلينا نروح لبعد خطة العلاج، هل عم يرجع طفل طبيعي بيكون خلص من جميع هاي الصعوبات أو ممكن تترك أثر بحياته؟ هلأ هي ممكن تترك أثر صغير إذا تعرض للتنمر أو تعرض إنه ما كان في معلمة عندها القدرات إنه تنمي له قدراته أو ما تعرض للتنمر. ما بقول لك هو من المشكلة الأساسية إنه يكون دعمه النفسي قوي، حنان الأم بالبيت، دعم الأهل، دعم المحيط. يعني مثلا أنا تيتا جدو أهلي كلهم يدعموا، لا أنت شاطر، أنت ذكي، أنت بكرة بتصير. وبعدين هو كتير شاطر بمجالات أخرى، يعني بيكون مبدع ببعض غير نطاق التعليمي، هو عنده ذكاء فطري. أهم شيء ما نقارنه بأقرانه أو يعني بقرايبنا، كتير بنشوف هذا الموضوع. تماما. عدم مقارنة بأقرانه أبدا. يعني انه ما نحطه انه لا انت مثلا انت اقل، لا ماما انا بفتخر فيك، انا بفتخر انك درست وطلع منك هيك. الام هي الوحيده اللي بتحسن. اصلا اليوم ما فيك تقارني طفل صعوبات تعلم يعني مع طفل سليم نفسيا وجسديا. ممكن هذا الطفل بعد ما يشفى ويرجع يعني خلينا نقول طبيعي يتعرض للنكسه يعني بعمر ما انه يرجع؟ لا ابدا. هلا هي بده يضل متابعه، يعني طفل صعوبات التعلم بده يضل متابعته هي عند اخصائيين انه تشوف وضعه بشكل عام. يعني هل وضعه تحسن، هل بلشت عنده الذاكره تتحسن، هل بلشت مشكله النسيان تتراجع، بلش يعطيني، بلش تحس انه مثلا اللغه عنده تحسنت، عم يحكي كلامه نطقه صحيح، هون ما بظن انه يتراجع ابدا. يعني بالنهايه بدنا نشكرك كثير الاختصاصيه التربويه نور الهدى ابو لبادي. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا لك. كنت بدي اقول الاسم لفرجاني انا فورا في موضوع ابو لبادي. اهلا وسهلا، نورتي صباحنا لليوم. ودائما مثل ما قلتي اليوم هي القصه تشاركيه كان بين الاهل والكادر المختص او التدريسي. ودائما بالصحه والسلامه للجميع، سعد صباحك. خلي لي قلبك كلك. شكرا لك.